السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لبنى ماهر. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك اللي كيجي بارد ومنعش، كيجي رائع ذو الثلاث طبقات كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي رائع. نتمنى إن شاء الله الوصفة ديال اليوم تعجبكم. غادي نخليكم إن شاء الله مع المقادير ومع طريقة التحضير. اخواتي بالنسبه للكيك اللي غادي نستعملو، اول مرحله بالنسبه للمكونات عندنا هنايا الزوج ديال البيضات اللي غادي نستعمل بالحجم شويه الكبير. عندي هنايا نصف كاس ديال الحليب ونصف كاس ديال الزيت ونصف كاس ديال السكر. الحليب ممكن تعوضوه بالياغورت على حسب الذوق. عندي هنايا رشه ديال الملح، عندي هنا واحد معلقه كبيره معلقه صغيره عفوا عامره ديال خميره الحلوى اولا بيكنج باودر ما يعادل تقريبا واحد ساشي صغيره. هنايا عندي واحد المعلقه صغيره عامره ديال السكر الفاني. غادي نحتاج الدقيق على حساب الخليط. عندي هنايا الكاكاو المر اولا البودره ديال الشوكولاته غبره على حساب الذوق. وهنا عندي شويه ديال القرقاع، ممكن يعني تستغناو عليه ولكن تيجي زوين في الوصفه هذه. ان شاء الله غادي نبداو مع بعض. غادي نضيف عليه السكر على هنا، استعملت سكر ناعم، ممكن تستعمل السكر الخشن عادي. غادي نضيف عليه هذيك الكميه ديال الزيت والكمية ديال الحليب كذلك. غادي ندير هذيك رشة ديال الملح كذلك، سكر الفاني، البيكنج باودر غادي نخليه مع الدقيق مرحلة. غادي نضيف في الدقيق مع التحريك ومن بعد غادي نضرب كلشي بالضراب الكهربائي. غادي نضيف فوق هذيك الخميرة. غادي نبدا نضيف كذلك شوكولات بطريقة اللي ساهلة كيك تيجي خفيف وزوين. شويه ديال الكاكاو تنوصل لهذاك اللون اللي انا بغيت. كديروا القياس اللي بغيتو على حساب اللون اللي بغيتو والمذاق اللي بغيتو كذلك. غادي نضرب كلشي بالخلاط الكهربائي وغادي نرمي عليهم هذوك القطع ديال القرقاع. تنظن ان القوام تنظن البركه. هنا بعد ما خلطنا كاع هذاك العجين اللي عندنا ضربناه باش نساجمو هذوك العناصر، غادي نضيف عليه القرقاع اللي غنقطعو قطع.
غادي ندهنوا هذا المول اللي عندنا بالزبده ونرشوه بشويه ديال الدقيق، وغادي نخويو عليه الخليط. غادي ندخلو الكل الفران على درجه حراره 180 درجه، فران بارد، ونشعلو على الكيك ديالنا. خليه حتى يطيب غير من التحت بوحدو، ومني غادي يطيب غادي يبان لينا من الفوق واش تحمر شويه، واش طاب مزيان اولا لا. كنقيسوه بشي موس. صافي غادي نخلطو بعد ما خرجت الكيك من الفران، يعني حتى الطريقه باش تشوفوا انه طايب كذلك من الريحه باش ما تحلوش عليه الفران، وكذلك كتدخلوا الموس كتلقاو ناشف، يعني الكيك ديالنا راه موجود. ما استغرقش ليا وقت بزاف على 180 درجه، غير الفران من التحت ما طيبتوش كاع من الفوق لان بالي راه طايب. صافي غادي نمروا للمراحل الاتيه ان شاء الله. اخواتي بعد ما برد لينا الكيك غادي ندوزو باش نقطعوه، لان محتاجين غير واحد طبقه رقيقه. ممكن تقطعوه بالخيط، ممكن كذلك واحد الطبقه اللي تكون نيشان، يعني تكون مستويه. ثم ممكن تقطعوه بهذيك الاله او لا تقطعوه بالخيط على حساب. غادي نقطعوها وغادي نكملو ان شاء الله. هنا بعد ما قطعنا الكيك كيف ما كتشوفوا كيجي مهوي، كيجي كيك خفيف. هذوك القطع ديال الكركاع اللي درنا فيه هنايا، هذه القطعه هذه ما غاديش نرميوها، نستعملوها لشي حاجه اخرى ان شاء الله. وهنايا غادي نخدم هاد القطعه هذه وغادي نكملوا ان شاء الله الحلوه مع بعض. خواتي بالنسبه للطبقه الثانيه، انا عندي هنايا غبره ديال الكريم شانتيي، هنايا انا استعملت هذا هاد الغبره هذه اللي كتخلط مع الحليب، كتساشي اللي فيها شحال ديال 150 غرام، كتخدم ب 450 ملل ديال الحليب. انا ما درتهاش كامله، غادي ندير عيني ميزاني، غادي نضربها مزيان حتى كتولي عاقده، وغادي ندوزو لتالي الطبقه ان شاء الله. هذا ممكن كذلك تزين باي حاجه يعني كيفيد. المهم حنا غادي نطلعوا هاد الكريم شانتي ديالنا وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا المراحل مع بعض. هنا بعد ما برد لي الكيك وقطعته كيف ما شفتوا، غادي نخليه انا في هذا المول ديالو، حطيته في طبق التقديم. غادي نستعمل ليه الكريم شانتي كما شفتوا، طلعتها نزلات واحد شويه مع ما طلعتهاش مزيان، بغيتها تكون شويه رطبه باش تسهل عليا في سميتو. هنايا عندي الكريم باتيسيير اللي غادي نخلطو بالحليب ماشي بالماء، ممكن تعوضوه بمايزينا وتضيفوا السكر على حسب الذوق، وتنسموا بالباني اولا ديروا اللي بغيتو. ممكن كذلك ديروا طبقه في العوض ديال هذا، ديروا طبقه ديال البودينو اولا الفلون. انا هنايا هذا الكريم استعملت هذا الكريم باتيسيير اللي تيكون ما كيطيبش يعني في الحليب اولا في الليمون بارد. هنايا غادي نحتاج واحد شويه ديال الحليب باش غادي نفزق اولا غادي نسقي الكيك، ودائما الاختيار نبداو نسقيو هذاك الكيك اللي عندنا. ودائما قلت لكم بالنسبه تستعملوا يا الحليب يا سيرو ديال الفواكه المعلبه او السيرو اللي كتصايبوا الكنافه والجميع المعسلات. كذلك ممكن ديروا هكا الحليب عادي او محلى بالسكر على حسب الذوق. تسقيو كذلك بعصير ليمون، يعني دائما عندكم الخصيه. كندوزو لثاني طبقه هي ديال الكريم كما كتشوفوا، غادي نسرحها على الوجه كامل، وغادي ندوز باش غادي ندخلها للثلاجة تبرد مزيان حتى كتشد راسها هذيك الكريمة اولا تجمد، ومن بعد كنطلقاو باش نخدمو تالي الطبقة. وتزين دائما على حساب الذوق وعلى حساب الاختيار وعلى حساب الموجود في البيت. صافي انا غادي نكملها على هذا الشكل هذا، غير نسرح لها الوجه ديالها
صافي، وغادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما غتبرد لينا الكيك ديالنا. بعد ما دخلناها واحد شويه للثلاجه الكيك ديالنا مع الكريمه بردو واحد شويه، غادي نجي هنايا لهذاك الكريم اللي قلت لكم، الغبره ديال الكريم باتيسير، غادي نزيد عليها هذيك الكميه ديال عصير البرتقال، وغادي نخلط الكل، نخلطهم مزيان كيف ما شفتوا، يعني راه ما طيبتو ما حتى شي حاجه. القوام ديالو كيبدا يختار بسرعه كيف ما كتشوفوا، ومن بعد كيتجمد. غادي نوضعو هنايا على الوجه ديال الطورطه، غادي نحاول انني نوزعو على الوجه كامل، وغادي ندخلها للثلاجة تبرد واحد الفترة حتى كتجمد لي هاد الكريمة كاملة ان شاء الله، وغادي نتلاقاو باش نزينو اولا تزين، على حساب الاختيار، كل واحد يقدر يزين كيف ما بغى، يعني وباللي موجود عندكم في البيت تقدروا تزينوا به كيف ما كتشوفوا. حاولوا نوزعوها غير على هذا الشكل هذا، ملي كيكون باقي سائل تكون هذيك الكريمه باقي سائله بلا ما نعوجوها من الفوق. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي ندخلها للثلاجه تبرد مزيان، وغادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد. بعد ما كيبرد الكيك اخواتي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، تيجي ثلاث طبقات. تزين دائما اختياري، انا غادي نزينو اليوم بشرائط من الشوكولا البيضاء، شوكولا اللي ذوبتها في حمام مريم ودرتها في بلاستيك غذائي في السلوفان على هذا الشكل هذا، سهله جدا. تندير واحد الثقب وكنبدا ندير في خطوط، ندير خطوط على الشكل اللي بغيتو، وتزين دائما على حساب الاختيار. صافا انا غادي نكتفي على هذا الشكل هذا، ان شاء الله غادي نزينهم حبات ديال القرقاع بما ان القرقاع كاين في الكيك. صافي، وغادي نقدموها بارده على هذا الشكل. اخواتي هذا الشكل النهائي ديال الكيك اللي قدمنا اللي وجدنا، يعني كيجي رائع جدا ذو الثلاث طبقات، كيجي غزال رائع منعش بطريقة سهلة سهلة وبسيطة. زينا كيف ما شفتوا معايا، زينا بشوية ديال القرقاع شوية ديال الشوكولا ابيض على حساب القرقاع، بما انه في الكيك فانا زينت به، يعني دائما شي حاجة الا كانت في الكيك وزينتي بها كتعطي واحد المذاق اكثر. صراحة جا رائع جدا، غادي نقطع لكم واحد طريف غادي تشوفوا ان شاء الله من الداخل كيفاش كيجي. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم ما تنساوناش من التشجيعات، واذا كنتو كتشوفوا القناه لاول مره كنتمنى انكم تشتركوا باش يوصلكم كل جديد. اكيد الى عجبتكم القناه، نتلقاكم ان شاء الله في وصفه قادمه بحول الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.